ناصر لعب كرة عكسية. الله هبت هبوب الشمالي لتأتي بالهدف الأول عن طريق جايسون إسكوبر. الكولومبيانو الكافيتيريوس يلعب الكرة الماضية وان تو للجول، وان تو للجول مثل ما قالها يوما ما الراحل المشجع الكبير الشمالي. من إسكوبار للنصر، من النصر لإسكوبار، والاستلام هوبا. أول أهداف المباراة لمصلحة الشمال يسجل. وكايكي واسماعيل حداد والتالي الرغبة في الضرب بيد من حديد بالهدف الثاني بهاي أمور خطيرة. الله ابن الأردن، ابن الأردن الكابيتانو بهاء فيصل، ما أبهاه، يضرب بيد من حديد في الشوط الثاني من أجل حسم الأمور ويتقدم بهدف ثاني. لكن شوف الكرة الماضية، شوف تحرك إسكوبار، سحب من خلاله لاعبين، ترك الأمور لبهاء، أخذ معاه مصعب عبد المجيد وحطها. بهاء فيصل يسجل، هداف فريقه هذا الموسم يسجل هدف الثالث، وبالتالي يتقدم الشمال من جديد. الشمال عبر الجهة اليمنى، النصر الليلة مولع، متألق، يمر من الأول من الثاني، خطيرة النصر، خطيرة، ممكن يضرب النصر، يمر الكرة إلى بهاء، أوه على النقلات، الثالث 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 الثالث. الله يا رياح الشمال، الله يا رياح الشمال، الليلة يا ليلة إسكوبار، ليلة بار. شوف الإعادة، شوف النقلات، التيكي تاكا الشمالية الحاضرة، شوف ناصر النصر شو يسوي، يمر من الأول من الثاني إلى بهاء، من بهاء إلى إسكوبار، مو متسلل إسكوبار، البرازيلي واقف على الخط، وبالتالي إسكوبار، ليلة إسكوبار، لأنه يسجل هدفين هما الأولى بالنسبة له هذا الموسم بسلاسة. اللحظات الأخيرة بأقدام هذا الفتى الأردني النشمي اللي يتقدم على الركلة الحرة من أجل تسجيل هدف رابع، يسدد. الله، تحدثنا عن النشمي وعن النشامة، فأتت قذائفهم حاضرة عن طريق بهاء فيصل من جديد. بهاء شنو تكتب يا سيد ميغيل كولي وينفريد شايفر، تسديدة قوية هذه المرة، يلام عليه حارس المرمى علي نادر، لكنها من مسافة قريبة بكل قوة يسدد بها فيصل ابن الأردن، يضرب، يتألق النشمي ويسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة.